لسه قاعدين برا؟ هما راضين ايه وده قالوا الاكل بتاعي هتفتح لنا. اسمعي بقول لك ايه، نادي عليسه، نادي عليسه بسرعه. اعمل ايه بقى؟ مش عايزه ايه؟ ابدا يا ماما مش عايزه حاجه. امال بتقولي مبروكه تندهلك اختك ليه؟ ما تسيبيها قاعده مع الناس، هو انت ولا منك ولا كفايه تشرك؟ معلش يا ماما بقول لحضرتك ايه، ممكن بعد اذنك عايزه 30 جنيه. عايزاهم تعملي بيهم ايه 30 جنيه؟ اصل في واحده صاحبتي مزنوقه قوي في فلوس وانا وعدتها ان انا هديها المبلغ ده. طب وماله، الناس لبعضها وانت نازله الصبح انا هديكي 30 جنيه مش رايحه الكليه. لا الصبح يا ماما دي تبات في الاسم. انت مصاحبه ارباب سوابق؟ لا يا ماما انا مش قصدي اسم البوليس، انا قصدي قسم الميكانيكا اللي عندنا في الجامعه، اصلها كسرت اسطوانه ومفروض تدفع ثمنها النهارده. طب وانت هتنزلي تتجملي لها دلوقتي وتسيبي الناس اللي قاعدين بره؟ ليه يا ماما؟ هما مش هيمشوا؟ لا طبعا مش هيمشوا، انا قلت لهم استنوا لما اخوك يجي. لا ما هو مش جاي. وانت مين اللي قال؟ هو يا ماما كلمني في التليفون وقال انه هيتاخر شويه في الجامعه علشان عنده ندوه مهمه ولازم يحضرها. هيفضل طول الوقت ده من غير اكل؟ طب يبقى يقابلني لو فهم حاجه في الندوه هيقعد طول الله في برسيم. لا ما هو كان يا ماما كان. ايوه لا يلا ربنا معاه بقى. انا عايزاكي وانتي نازله تبصي على عربيه الست اللي جنبنا تشوفيها واقفه تحت ولا لا. انا مش فاهمه يا ماما هو حضرتك مهتميه بيها كده ليه؟ نفسي مره اقول لكم على حاجه ومحدش يسالني ليه. طب اشمعنى بقى يا ماما لما طلبت من حضرتك ال 30 جنيه سالتيني انت عايزاهم ليه؟ انا اسفه، اصل انا بتجاوز حدودي، اصل الروس اتساوت. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ انا عملت حاجه؟ ليش ولا ايه؟ بس ماما كانت تعبانه شويه وما كانتش هينفع تسيبها لوحدها يعني. سلامتها. الله يسلمك. انتوا ايه؟ ما تعرفوش بعض ولا ايه؟ يعني اتقابلنا مره او مرتين. مش انت برضو اللي اسمك فاطمه اختي. وانت برضو اللي اسمك غاده جارتنا ساكنه هنا. في كليه ايه يا غاده؟ انا في كليه اداب. انتوا صحيح مش كنتوا مسافرين؟ ما انا حولت هنا. وانتي بقى ثانوية عامة؟ انا في هندسة سنة تانية. يعني مع مسعد في الكلية؟ لا فاطمة مش معايا في الكلية، فاطمة في جامعة عين شمس، انا بقى في جامعة القاهرة. تلاقيها ما جابتش مجموعة. لا يا حبيبتي انا جبت كبالن. يلا يا مسعد. انتي بتروحي الكلية الساعة كام؟ يعني حسب مواعيد المحاضرات. يلا يا مسعد يلا. خلي بالك من اختك يا مسعد. ياه الساعة بقت 11. ايه وايه يعني؟ انت مش بتقول انك بقيت حر؟ طبعا حر، بس يعني عقبال ما اروح هتبقى الساعة 12 وبصراحة لسه ما خدش على الحرية. ايه بقى؟ رجعنا نخاف تاني؟ نهد مش سهلة يا محسن. ان جيت للحق مفيش ست سهلة. يا راجل انا زي بقية الستات؟ لا بصراحة لا يا مديحة انت حاجة تانية خالص، انا مش بقول كده قدامها يا سعيد. يا راجل بطل نفاق. ده انا لما قلت تعالى نروح عند منير قلت لك ما تيجي عندي هنا. بقى كده يا سعيد؟ وانا اللي بشهد لك برضو. بقول لك يا سعيد انت هتروح عند منير امتى؟ انا بستغرب انت مالك ملهوف قوي كده على الروح عند منير. جالك كلامي؟ احنا غلابه وهنفضل غلابه يا سعيد، بس انت تفضل غلبان. انا خلاص من دلوقتي لا استسلام، حملت رايه العصيان. طب فوتك بعافيه بقى يا سميره. مع الف سلامه يا شيخ، ما تغيبش علينا بقى واحنا نقدر استكول ده انت على طول في مالنا. السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. مين ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك دي يا سعيد؟ انا اتصور ما عرفتكش. ايه رايك يعني نيو لوك كده، محاوله للتفاؤل يعني. انت مش محتاجه حاجه؟ ربنا يخليك. لا بجد بجد عن اذنك يا سعيد.